يقول جئت من بلدي أنوي العمرة لكني أجهل من أين أحرم، فلما وصلت إلى مكة قيل لي أذهب إلى التنعيم وأدي العمرة وأحرمت بعمرة، هل علي شيء؟ نعم، كان الواجب عليك أنك رجعت إلى الميقات الذي مررت به بقدومك إلى مكة وأحرمت منه، ولكن لم ترجع وأحرمت من التنعيم يكون عليك فدية، عليك ذبح شاة في مكة توزعها على المحتاجين والفقراء، فإذا لم تجد ثمن الشاة تصوم 10 أيام.